سلام البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. باش نطبش عليكم اليوم جيت نشارك معكم الجدول ديال الغداء اللي كندير لبنتي. بنتي عندها دابا تبارك الله عندها 8 شهور، انا بديت لها البلانينغ منين كان عندها 6 شهور. المهم هادشي انا واخداه زعما من عند الطبيبة. انا نقول لكم داكشي. المهم انا دابا نعطيكم البلانينغ ديال توت اون سيمين، سيمانة كاملة، 7 ديال الأيام، كل نهار وشنو كندير ليها في الفطور في الغداء في الكوتي. أما بالنسبة لليل باقي ما دخلتلاش العشاء، يلا غندخلو لها دابا إن شاء الله ملي تكمل 9 شهور غندخل لها العشاء. دونك أنا نقول لكم بالديتاي 2 شنو كندير لها، 3 شنو كندير لها، الأربع، الخميس، الجمعة، السبت والحد. ولكن بالنسبه للوليدات اللي الله غادي يبداو ياكلوا، حيت انا كما قلت لكم هذا البلانينغ راه ديال 8 شهور ديال بنتي عندها 8 شهور. بالنسبه للوليدات اللي عندهم 6 شهور ويلا غادي يبداو ياكلوا، راه كل فاكهه ولا كل خضره خصها تاكلها 3 ايام. بحال دابا الا درتي لها اليوم لا بيغي ديال الخيزو خصها تاكلها 3 ايام، ديرها لها 3 ايام لا بيغي ديال البطاطا 3 ايام. سينو الا درتي لها بطاطا وخيزو زعما في نهار واحد، ديري لها لو لوندومان بطاطا وخيزو، ولا غد ليها عاوتاني بطاطا خيزو لمده 3 ايام. الا وكلتيها اليوم تفاحه غدا تفاحه بعد غدا تفاحه على 3 ايام، كل فاكهه 3 ايام وكل خضره 3 ايام. علاش؟ باش كتشوفي واش ان ديك الخضره او ديك الفاكهه كدير الحساسيه او لا. لا هذه مهمه جدا، حيت الا كانت كدير لها القبط ولا كدير لها الحساسيه لاليرجي هكا في كاين ودول حبيبات ولا تتحك ولا شي حاجه ايفيتي. بحال دابا عطيتيها التفاح وما وافقاش غادي تحيديه، عطيتي لها المقص وما وافقاش غادي تحيديه، خصك تشوف الحاجه اللي فيها لاليرجي اللي درت لها لاليرجي ما تعطيهاش لها. هذه دو اون. ياك دو دو الماء 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 ضروري ضروري من كل مورا كل وجبه خص يشرب الماء. علاش؟ باش الكريشه ديالو تطلق وما يكونش ما يتعصمش، فهمتي؟ حتى منين كتراكم هما المعده ديالو صغيره، ملي كتراكم ماكله على ماكله على ماكله وما كيقدرش يدير الحاجهكم كاكا ديالو كتولي تما عاوتاني كيولي مشكل. دونك ايفيتي ديما تاكل تشرب. واخا دونك انا غادي نبدا معكم البلانينغ ديال بنتي اللي عندها 8 شهور تبارك الله، ان شاء الله غادي تدخل 9 شهور اللي كندير لها على طول الاسبوع. المهم كنبدل لها، ولكن انا نعطيكم دابا اسبوع واحد. نبداو على بركه الله. بالنسبه للاثنين، الاثنين انا شنو كندير لها؟ كندير لها البلبوله مع التفاح. كنشد البلبوله كنغسلها مزيان كنديرها في الكاسرونه ديال الماكله ديالها، عندها كاسرونه خاصه ديالها كنديرها لها، كنزيد عليها الماء كنخليها حتى كتقرب طيب وكنزيد عليها التفاح باش التفاح غير يطلق راسو غير يهرى. صافي كنشدهم كنميكسيهم مزيان، كنزيد عليهم قطره ديال معلقه صغيره خويط ديال الزيت بلجيه. ياك في الغداء كندير لها بحال دابا انا عطيتكم كنعطيكم بلانينغ ديال نهار بنهار. الغداء ديال الاثنين كندير لها خيزوه وبطاطا والقرعه، كنسلقهم وكنميكسيهم وكنزيد عليهم واحد كيريه. بالنسبه للفرماج غير كيري، ما تعطاش لافاش كيري حيت لافاش كيري كيكون شويه مجد، كيري مهم شويه صعب شي بحال لافاش كيري مجد بزاف. ياك عاوتاني في الكوتي كندير لها تفاحه مع 3 ديال التمرات كيغلاو مزيان وكنميكسيهم. انا عطيتها تفاحه الصباح وعطيتها تفاحه في العشيه، حيت في الصباح عطيتها لها مع البلبوله وفي العشيه درت لها كومبوت مع التفاح مع بلوتو هذا ال مع التمر. ياك صافي كتميكسيهم كتعطي لها الكومبوت ديالها. الا بغيتي مع هذا الكومبوت تزيدي نص بنانه زيديها. انا ملي كتكون عندي بنانه متوفره كنزيد لها النص، ما كتكونش عندي كنخلي لها غير التفاح والتمر. في العشاء البيبون ديالها، حيت البيبون اون فوا البيبون اون فوا نعس. ندوزو للتلات. التلات كندير لها جوج المعالق ديال الشوفان كنغسلهم مزيان كنديرهم يغلاو كنديرهم مع التمر. مع التمر كنميكسيهم مزيان وكنزيد عليهم صغير معلقه ديال شويه ماشي معلقه معلقه صغيره ديال القهوه
سوا ديال الزيت بلديه سوا ديال الزبده على حسب. في الغداء كندير لها بطاطا حلوه مع خيزوبه، شويه ديال الجلبانه، واحد 10 ديال الحبات ولا 12 حبه، وكنديرها لها وكان زعما كنديرهم يتسلقوا. كنزيد عليهم الربع ديال نص بيضه مسلوقه، الربع ديال نص بيضه مسلوقه بالصفر ديالها بالبيض ديالها، وكنميكسيهم مزيان. وكنزيد عليهم كيريه، ضروري كنزيد لها الفرماج باش كينس ليها. شوف ما كاينه ملحه، ما كاينه ابزار، ما كاين سكر، ما كاين عسل، هادو حتى كيديروا عام. بالنسبه للكوتي ديالها كندير لها بنانه مع معلقه كبيره ديال لافوكا مع معلقه ديال بيرلي، بيرلي خضر، بيرلي المسوس. انا قلت لي صراحه، قالت لي الطبيبه غير بيرلي مسوس. مره كنبغي نتهلاها، كندير لها واحد جيرفي هكا حلو، جيرفي الزرق كنعطيه لها للعشاء بيبون. بالنسبه للميركوردي، ميركوردي اش كندير لها؟ شري لها واحد لي سيريال فيهم 5 ديال لي سيريال هي باكيه، كنديرها لها بحال سيريلاك، كنديرها لها تخلطها لها بالماء سخون. ولكن انا هذه المره كنخلطها لها بعصر الليمون، عصير الليمونه كنخلط لها لي سيريال بعصر الليمونه مع شويه ديال الماء باش كنهرس داك الجهد ديال الليمون. بالنسبه للغدا كندير لها قرعه خضراء غورجيطا، وكندير لها قرعه حمراء، شويه ديال الجلبانه، بطاطا وخبز الى بغيتي، زعما الى بغيتي تري خبز بلاش. بالنسبه للكوتي كنعطيها بيرلي خضر، بيرلي خضر مسلوس العشاء بيبان. بالنسبه للخميس كندير لها بالبولة عاوتاني بالتفاح مع معلقه ديال الزيت. الغداء كندير لها جوج معالق ديال الرز مع الخيزوه مع الجلبانه مع كيريه، كنطحنهم كنميكسيهم كيتسلقوا كنطحنهم. بالنسبه للخضر بغيتي تفوريها فوريها، بغيتي تسلقيها سلقيها، غير الماء اللي غادي تسلق فيها ولا كيتطحن فيها باش كيكون منافع فيه. بالنسبه للكوتي كندير لها التفاحه مع خيزوه مع الماء مع عصير الليمون، مقدار ديال عصير الليمون ضروري خصك تهرسيه بالماء حيت كيكون شويه مجهد. العشاء بيبون. بالنسبه للفندردي الجمعه كندير لها سميده، كندير لها سميده مع بنانه، كنسلق السميده مزيان، كندعك البنانه ولا منين الا بغيتي ملي كتكون السميده قربت صافي تطفي عليها لوحي فيها البنان، وكنميكسيهم مع الطريقه خويه ديال الزيت ولا الزبده على حساب نتوما شنو توفر عندكم. ومن الافضل المهم كنعملوا عليها بيض زيت البلديه والزبده والزيت الروميه. بالنسبه للغدا كندير لها قرعه حمراء مع بطاطا حلوه مع خيزو. بالنسبه للكوتي كندير لها بنانه كنمعك هكا وكنعطيها لها، والعشاء بيبغ. اما بالنسبه لصامدي يعني السبت، عاوتاني كندير لها داك لي سيريال مع التمر، داك لي سيريال كنحركهم وكندير كيكون عندي التمر كندعكو مزيان، غير التمر، التمر تشدوه وتنقعوه في الماء مزيان باش تحيد لك الجلده ديالو، وتميكسيه مع شويه الماء وتزيدي على لي سيريال وتخلطي. بالنسبه للغدا كندير لها بروكولي مع خيزو مع كيريه مع قريعه. بالنسبه للكوتي بيرلي، العشاء بيبا. الحد كندير لها شوفان مع بنانه اولا شوفان مع تفاحه اللي عندي متوفر. في الغدا كندير لها قرعه حمراء مع السبانخ. في الكوتي التفاحه مع التمر مع عصير الليمون، العشاء بيبا. بالنسبه كما قلت لكم الملح والابزار ومهم داكشي ديال الملح والعطريه وداكشي راه حتى كيديروا عام باش ما كيضرلهمش الكلاوي ديالهم والمعده ديالهم، حيت كتكون المعده ديالهم دوك الحمض اللي كيكون في المعده اللي كيهضم دغيا ما كيكونش عندهم بزاف بحالنا حنا الكبار. بالنسبه انا كما قلت لكم سيريلاك، سيريلاك ما كنعطيهلهاش بزاف مره في شحال، ما كنعطيهلهاش بزاف وماش نعطي لها صراحه مره في شحال، الا تجوها مره في السيمانه ولا جوج مرات الا كثر جوج مرات في السيمانه. بالنسبه للدانون حتى هو حلو كنعطيها جوج مرات في السيمانه، يعني
كندير واحد ما كنفرح بها وداكشي صافي. المهم هذا هو البلانينغ ديالي اللي كندير مع بنيته ديالي. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه غادي نصور لكم كيفاش كان كل نهار كيفاش كنطيب الحاجه ديالو زعما الطريقه كيفاش كان كما كي كنقولوا روتيني اليومي مع الابنه ديالي ان شاء الله باش هكا تكون عندكم. بالنسبه للعشاء راه ان شاء الله غندخل للعشاء كما قالت لي الطبيبه، مره ديري الانزيمات، مره محمصه، مره نطير هكا مع الحليب. الحليب الصناعي ماشي حتى انا ما كان مرتاحش كده غير الحليب ديال الفارماسي، انا خلطو مع الحليب ديال الفارماسي. المهم ان شاء الله في الفيديو الجاي غنشارك معكم هادشي كامل. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم ونكون مهم خفيفه ظريفه عليكم وشرحت لكم مزيان. وما تنساوش اللايك والاشتراك، والفيديوهات الجايه ان شاء الله. باي باي.